دوزي فقرة ديال الجوكر. نجاوب ما كانش مشكل. جاوب بيان سور. دوزي مؤخرا نشرتي صورة في انستغرام واللي كان صدر ديال كاريان وتلقيتي انتقادات كبيرة، واش ما ندمتيش على التصرف هذا؟ ما عنديش علاش غادي نندم، لأن إلا حللنا الصورة في حد ذاتها فيها شي حاجة، فيها شي حاجة تخدش الحياة. أنا حريص على هذا الجانب ديال أنني دائما كنحترم الجمهور ديالي وكنحترم الصورة ديالي اللي اشتغلت عليها مدة طويلة، ولكن طبيعة شاب في البحر أو في الصيف ما عمرها كانت عيب أن شاب يحيي التيشيرت ديالو. دابا ولات عندنا واحد لاسكيزوفريني ديالنا في المغرب حنايا اللي نقولها ونعاودها، ولات عادي أننا نشوفوا بنت شبه عارية ولينا نلومو راجل محيي التيشيرت ديالو. هذا هو الغريب في الأمر. يا نورمالمون ما خصهاش تاخذ داك المنحة دينيا. إلا جينا نقصوا الجانب الديني، حنا كنعرفوا العورة ديال الرجل كتبدا من السرة للركبة، فلا الدين ديالي كيمنعني من ديك الصورة، ولا أخلاق ديالي، ولا التقاليد ديالنا والثقافة ديالنا. شيء عادي، حتى الناس في الحج كيغطيو حتى لهنا. أنا الحج درت العمرة عادي، الصدر كله يقدر يبان، ما عندك حتى شي مشكل. فعلاش غادي نحشم الجمهور ديالي في الصفحه ديالي؟ عادي، انا بالعكس ما ندمتش عليها، وقدر الصيف الجاي نعاود لها ما عنديش مشكل. هذا الجواب ديالك؟ هذه الحقيقه. نشوفوا السؤال الثاني. جاوب دوزي، واش صحيح بانك تعرضتي لتحرش من طرف فنانه مغربيه؟ ماشي غير مره، بزاف ديال المرات. والتحرش ما خلى حتى شي ضمان، شي طبيعي، ماشي دائما الرجل اللي كيتحرش من المراه. باش الناس ما يتفاجئوش بانه ماشي غير الرجل كيتحرش بالمراه. لا، ولكن حتى المراه كتحرش بالرجل. ماشي غير مره، ماشي غير زوج، بزاف ديال المرات. ولكن حنا مولفين هادشي، عارفين الانسان هو انه يعرف الحدود ديالو، يعرف كيفاش يتعامل مع الموقف وصافي. ماشي شي دائما خص تبقى داك لو ريسبي بين زملاء في الفن. لا، هذا ما جاوبش. ما تجاوبش على هذا السؤال. دونك هذا ما تجاوبش عليه. لا، عنده أبعاد كبيرة ويقدر يتأول بطريقة أخرى. نعم. كاين بعض المرات الناس يدور فيك الثقة، فهذو أسرار ما عندها علاقة بالفن. هذو أسرار علاقات مع أشخاص قراب، أشخاص مهمين. ما كاين بعض الأمور الشخصية. نظن إلا جاوبت على هذا السؤال غادي الثقة تمشي. نعم، دابا استعملتي الجوكر، بقى لك سؤال واحد، ما عندكش الحق ترفض هذا السؤال. هذا نقدر نجاوب عليه. دوزي سبق وصرحتي عندي في البرنامج هذه اكثر من 9 سنين، في اول المرور ديالك في راشيد شو قلتي بانك قريب تعتزل، قلتي كنفكر جديا في هذا الامر. هذا اشنو اللي خلاك اخرتي هذا الاعتزال، ولا واش تراجعتي عليه؟ لا، هو التراجع ديال الاعتزال ما كانش تراجع، فكره الاعتزال دائما كاينه. بدون ما ندخلوا في التفاصيل ديال الجانب الديني، لان الموسيقى بحد ذاتها فيها اختلاف، فيها بين مؤيد ومعارض،
فما بغيتش ندخل، لان انا بصفتك كفنان انا ماشي رجل دين باش نقول حاجه حرام او حلال، ما بغيتش ندخل بهذا الجانب هذا. ولكن انا نظن ان الانسان الى وصل لواحد المستوى او وصل لواحد الفتره من الحياه ديالو ما بقاش يلقى راحته في شي حاجه كيديرها، من الاحسن انه يعتزل. غنشرح اكثر. انا ما كنشوفش راسي راجل كبير وباقي كنغني، وما كنشوفش راسي مثلا عندي ابناء وباقي كنغني. هذه حريه شخصيه، هذا لا يعني ان فنان كبير عنده وليدات انه انسان ماشي لا، هذه قناعه شخصيه، وهذه قناعه عندي من سنين، يعني هذو تراكمات وتجارب في الحياه ديالي وحوايج عشتهم وشتهم. ولكن شنو تغير من ذاك الوقت لدابا، من العام اللي تكلمتي معايا فيه في هذا الامر في 2014، فذاك الوقت كنتي متحمس اكثر للاعتزال، اشنو تغير؟ باقي متحمس، ما عنديش مشكل انايا، باقي متحمس. غير انا ماشي تنقول لك خصك تعتزل ولا بغيتك تعتزل. لا بيان سور انا متفاهم، ولكن معك. الناس فهموها هكا، التصريح ديالك كان وهذا كان المعنى ديالو انني قريب نعتزل. هذا هو لا لا لا، هذا هو السبب اللي خلاني ما حددتش التاريخ او ما حددتش، قلت ان الحلم ديالي ان نقابل الله سبحانه وتعالى وانا ما باقي ماشي فنان، وربي طول لي في العمر الحمد لله. يعني هذا حلم كان عندي، وهذه الكلمه اللي قلتها وانا كنتحمل المسؤوليه ديالها، رغم ان بزاف ديال الفنانين جاوا عندي من مور البرنامج قالوا لي علاش قلتها، انا ما فهمتش الامباكت ديالها. قالوا لي علاش قلتها، قالوا لي غادي يبقاو كل مره ينزلوا عليك فين هو الاعتزال ما كاينش. قال لي درت على راسك الصداع. وافيكتيفمون بعض المرات كيجوني رسائل وانت امتى تعتزل، واش ما هداكش الله تعتزل، وهي حاجه زوينه ماشي خايبه، بالعكس انا نظن دوك الناس اللي كيصيفطوا لي هاد الرسائل انا باغي لي الخير، ماشي شي ما يعني ماشي موراها شي نيه ماشي مزيانه، بالعكس نظن نيتهم زوينه. اذا انا ملي كنهضر على 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 الاعتزال ضروري غادي يجي واحد اليوم نعتزل، ما بغيتش نوصل انا لواحد السن، لان انا كنستافد من التجارب ديال الناس اللي فاتوا قبل مني، ما بغيتش نوصل لواحد المرحله اللي نبقى نقول ونساوني ما بقاوش يعيطوا لي، فين هما وزاره الثقافه، فين هو شيء طبيعي ينساوك، لان انت ما بقيت تقدم واحد المنتوج اللي ديمودي قداميت، شيء طبيعي. خصك الانسان الفنان في حد ذاته خصو يكون راضي بهذا الوضع، الا ما تقبلوش ما عمرو غادي يعيش في واحد لا ستابيليتي واحد الهناء. يعني انا ما كنبغيش نعطي امثله ديال الفنانه، ولكن انا نفضل الانسان انه يخرج في واحد الوقيته اللي يقدر يخرج فيها، وانه ما يبقاش يتعاند ويدخل في عناد مع هاد الطاقه الشباب، لان ما عمرو غادي يقدر يوصلهم، لان هادوك دائما غادي يكونوا سابقين بسنوات ضوئيه. هذا هو. شكرا دوزي. الله يحفظك. شكرا على الصراحه ديالك. شكرا. ايكو مازال كيتسنانا، نظن انه هو ديما ناشط ماشي قنط شي ياك ياك ايكو. لا تنسمع وتنشوف الكلام اللي تيقول، لانه الكلام اللي تيقول هو تخرج من القلب ديالو تيهضر سبونتاني، ف تنتمعن في كلامه تنشوف. دابا ايكو قبيله قلتي لنا انا ما غاديش نعتزل، واش ايكو نشوفوه كوميدي مثلا عنده 70 عام ان شاء الله؟ ما يكون تيضحك وليداته ودارهم والدريبه والزنقه تنتكمك مع الناس. تبارك الله عليك. Thank you.